مشاهدين دائما في برنامج الدوار، يعني السنة الحج راهو يعني لمن استطاع إليه سبيلا. كان وقت فات الحج الناس تروح في الكارات، يروحوا يسافروا على البر على البحر. على السنة الحج راهو ب 85 كيما الزواج، ولا ب 85 مليون كيما الحرقة في البوطي، 85 مليون. الحالة راهي يعني صعبة فوق اللازم. دوك يعني كون يعطيوك 85 مليون واش دير بها؟ رايح تحج بها، رايح تتزوج بها، ولا رايح تحرق بها؟ باباك هذه حالة كبيرة هذه شوية. واش تخير؟ ها؟ واش تخير؟ الزواج. 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 الحرقة لا. والحج ما استطاع عليه سبيلا. الزواج. الزواج واحد يدير دار يستقر يدير المستقبل تاعو. بالنسبة ل 85 مليون ممكن ما يكونش الاختيار تاعي هذا، يعني ثلاث الاختيارات يعني. بالنسبه للزواج يعني راني متزوج، بالنسبه للزواج يعني بصح المراه تشوف فيك. ماشي لي انا نحوس للشباب اللي جاي. انا سي تروطا راني بولادي ولادي انا. اللي خاف سلم. الحج هو المليح. الحج. الحج 85 مليون. ليش شايل الحج غير؟ تختار الحج. الحج. يعني واش تختار يعني كون يعطوك 85 مليون تحج بها ولا تتزوج بها ولا تحرق بها للخارج؟ انا نتزوج بها قبل. تعاود تزوجها؟ لا غالي عاود تزوجها يا سيدي. وربي طيحني في مراه واعره ان شاء الله. ان شاء الله. خاطر المراه القديمه هذيك واش ندير بها انا؟ مراه كيعودوا عينها عرشه روح دنق ليها. ايوا كيعود عينها حرشه ما هي سليم راك لاباس. ايه فهمت. مراه حرشه اللي يشوفها يهرب. وي واش انا مراه واعره؟ البارح واحد قال لي واحد الفحلوشه قال لي قلت له طير لك هذه النفخ والله ما طير لك سليمه والله غنهضر في القصد. اذا اعزائي المشاهدين هذا المواطن راهو اختار الزواج. نسقسيو مول لاجونس هذا على الحج راه ارتفع هكذا ولا ب 85 مليون؟ والله غير واش راح نقول لك، مصدقا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والله تكلفة 85 مليون اللي رانا نشوفوا فيها واللي طلقها الديوان الوطني للحج والعمرة هي تكلفة نوعا ما مرتفعة بالنسبة للأوضاع الراهنة للشعب، ولكن أنا حول وش ما شفت في الأخبار اللي رمت الدولة، مثلا نعطيك عينة لدولة العراق، تكلفة الحج لدولة العراق لسنة 2022 حوالي 4200 دولار. كون الدوم هكذا الحج واللي ما يروح ليه غير شي قليل برك. والله غير ما مسناك تشوف، والله تلقى الشيوخ وعجايز يبكيوا، خاصة اللي أقصاهم أصحاب ال 65 سنة. إيه والله العظيم مكتوب الله، الإنسان يقول الحمد لله، والله غير يقول الحمد لله، راهي جات الطيارة منها.